أحسن الله إليكم. المستمع أبو حمزة من سدير يقول: تساهل كثير من الناس في الانصراف من المزدلفة، فنراهم ينصرفون مبكرين وبعضهم شباب ورجال وليس معهم نساء، فهل من كلمة لمثل هؤلاء؟ المبيت في مزدلفة مختلف فيه، من العلماء من يرى أنه سنة، ومنهم من يرى أنه ركن من أركان الحج، ومنهم من يرى أنه واجب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. وأقل المبيت إلى منتصف الليل، فبعد منتصف الليل يجوز الانصراف، وإكمال الليل في مزدلفة، صلاة الفجر فيها والدعاء بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، هذا أفضل وأكمل، لكن يبدأ الانصراف من مزدلفة من منتصف الليل، وهذا أقل شيء. ومن العلماء كالمالكية من يرى أنه يكفي إذا صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وبقي فيها ولو مدة قليلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ويقول: خذوا عني مناسككم. فالعبرة بما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأقوال الأئمة المجتهدين. الصحيح أن المبيت في مزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، وأن أقله إلى نصف الليل. نعم. بعد النصف يكون من خرج مرخصا؟ نعم، بعد النصف يجوز الترخيص، إلا أن الأقوياء الأفضل لهم أن يستكملوا الليل، هذا هو الأفضل. فإن صرفنا بعد نصف الليل فهو مجاز ولو كان قويا. نعم، لكن خلاف الأولى، في القوي خلاف الأولى والأفضل، وفي المحتاج جائز له ذلك. نعم.